الحمد لله انجاز كبير جدا، الواحد مش صدق نفسه يعني لغايه دلوقتي. فضل الجماهير دي والدعم الكبير دي الحمد لله قدرنا ان انا احفوز على البطوله. خصم عنيد جدا، خصم صعب جدا، نيوزيلندي كان نمره واحده العالم من يومين وهيرجع تاني، يعني الموضوع كان صعب جدا. الحمد لله قدرنا نحقق البطوله تبقى مصريه الحمد لله. والنادي الاهلي هو اللي يعني اللي يضيف لاي حاجه، ما انا ما اقدرش اضيف اي حاجه، هو اسم النادي الاهلي الناس كلها بتروح عليه. اسم النادي الاهلي كبير على العالم كله، الواحد بس بيروح في اي حته في العالم يعرفوا النادي الاهلي ما يعرفوش هو شخصيا. ف النادي الاهلي نادي كبير جدا، وكل يعني الشكر ليهم على الدعم الكبير ده، والحمد لله وجمهوره طبعا نمره واحد، وكانوا كلهم كانوا ورايا والحمد لله قدرت انفذ البطوله. يعني ان شاء الله الاهلي دايما نمره واحد، وان شاء الله نمره واحد قريب يعني ان شاء الله. انا شيء احنا يعني تفرحنا كتير سواء في الاهلي سواء في الزمالك او انديه مصر كلها. ان شاء الله هيرجع يفرحنا تاني زي الاول واجوانه العالميه دي، ويعني كل الدعم ليه ان شاء الله. دايما بحب سواء خسرت او كسبت ده دي حاجه يعني اقل حاجه نقدر نقدمها له احتفال بس. طبعا يعني بهدي الفوز ده طبعا لمصر والنادي الاهلي طبعا، كان الجمهور اللي جه النهارده ده كان حاجه عظيمه جدا ساعدني. النهارده يمكن انا ما كنتش عارف اقوم من السرير والله قبل الماتش بثلاث ساعات، يعني عمال اقول لهم طب انا هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه. بالصدفة كده يعني حاجة بره خالص، كنت بفتح تويتر بالصدفة مع اني ببص على السوشيال ميديا كتير، لقيت واحد كتب لي من جمهور النادي الاهلي قال لي لو سمحت النهارده فرحنا، احنا زعلنا حاجة صغيرة في ماتش افريقيا، لو سمحت ممكن تفرحنا النهارده. طبعا ده شال يعني كل الضغط كان عليا، اللي هو انا لو خسرت اللي هيحصل، وطبعا ما كنتش حابب ان انا يعني واحد نيوزيلندي يكسب البطولة على ارض مصرية الحمد لله.